4 قتلى فلسطينيين بأكبر عملية عسكرية بالضفة منذ 2002. مع اشتداد معارك الجيش والدعم، الحصبة والاعتداء الجنسي يهددان السودانيين. المشي يقول إن خارطة الطريق ستصدر الأسبوع المقبل والانتخابات قبل منتصف مارس بحد أقصى. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. أفاد مراسل الحدث بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين في أكبر عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية منذ 2002. مراسل الحدث أوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي شن قرابة 20 غارة جوية على مخيم جنين، كما أشار إلى توجه تعزيزات عسكرية للجيش الإسرائيلي نحو مدينة جنين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية وسماع دوي اشتباكات وصافرات إنذار، فيما أفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي استهدف شقة سكنية بالمخيم ومواقع أخرى داخل المخيم. كل ماكلات جنود، كله مليان. هاي كسفوا كسفوا هاي كسفوا 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 الجيش الإسرائيلي من جانبه قال إنه استهدف مقر قيادة غرفة عمليات موحدة للفصائل الفلسطينية في مخيم جنين وعناصر ما يسمى بكتيبة جنين. الجيش الإسرائيلي أوضح في بيان له أن عملية الاستهداف تمت بتنسيق مع جهاز الشباك ضمن جهوده الواسعة النطاق لإحباط أي نشاطات للفصائل في جنين. كما أضاف الجيش الإسرائيلي أن المقر الذي استهدفه كان منطقة استطلاع واتصال وتسليح للفصائل ومكان اجتماع لعناصرها ومأوى لهم بعد العمليات العسكرية، خاصة خلال الأشهر الأخيرة. سقطت. 3 4 كنهن لفن. تشوف موسم اللي عندي وقت تطلع دبابات مو هلال دبابات اكيد بالسهل. هي فين بالسهل؟ نشير مشاهدينا إلى العواج التي تظهر على الشاشة حاليا وهي من الرئاسة الفلسطينية، إذ تقول بأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لن تحقق الأمن ما لم يشعر به الشعب الفلسطيني، كما أشارت أيضا إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال جريمة حرب جديدة. تعليقا على هذه الأمور والتصريحات الفلسطينية وأيضا ما يجري في جنين، ينضم إلينا من رام الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ، كانت ليلة طويلة بالنسبة لك، ولكن هل لك أن تطلعنا ما الذي يجري حاليا في جنين وما إذا كانت العمليات مستمرة؟ نعم رولا، سرعان ما انقشع الظلام حتى يعني ظهر حجم الدمار الكبير في المخيم والذي ما زال يجري في هذه الأثناء. في هذه الأثناء جرافات إسرائيلية ضخمة تقوم بتجريف وتدمير هائل داخل المخيم، شوارع، طرق، أزقة، أبنية. إسرائيل تبرر بأنها تقوم بتجريف الطرقات لخشم وجود عبوات ناسفة، ولكن يعني الفلسطينيون في المخيم يرونه نوع من العقاب الجماعي
لنسف كل البنية التحتية الموجودة داخل المخيم. أثناء ذلك أيضا تتواصل الاشتباكات المسلحة بين مقاتلين فلسطينيين الذين يحاولون إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع على تلك الجرافات الثقيلة ومنعها من التقدم نحو وسط المخيم، واشتباكات عنيفة تدور بينما القناص الإسرائيليون ما زالوا متواجدين على بنايات عالية في محيط المخيم ويستهدفون المقاتلين الفلسطينيين. إذن المعركة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. الهلال الأحمر الفلسطيني أصدر بيانا قبل قليل قال إنه لا يستطيع الوصول إلى كافة الإصابات أو لا يستطيع تلبية كافة نداءات الاستغاثة من داخل المخيم، إما لمنعه من قبل القوات الإسرائيلية أو بسبب الدمار الذي حصل في الطرقات ما يتعذر على سيارات الإسعاف الدخول والتنقل داخل المخيم. إلى ذلك أيضا يعني إسرائيل أصدرت بيانات عدة من الجيش الإسرائيلي، نشر فيديو يوثق العملية العسكرية وأيضا صور يقول أنه عثر على مشغل لتصنيع المتفجرات والقنابل داخل المخيم، ويقول أن عمليته لا تستهدف احتلال المخيم ولا احتلال إعادة احتلال مدينة جنين، وهي ليست موجهة ضد السلطة الوطنية، وإنما العملية تستهدف هذه المصانع والمشاغل لتصنيع المتفجرات والتي تستهدف إسرائيل بشكل عام. هذا وفق بيان للجيش الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية كما ذكرت رولا أيضا يعني أصدرت بيانا أوليا حتى هذه اللحظة، قالت أنه يعني ما يجري في جنين هو جريمة حرب، ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذا الهجوم الكبير على المدينة وعلى المخيم. نعم، مراسلنا من رام الله عبد الحفيظ جعوان، شكرا لك، وطبعا سنبقى معك في كل تطورات جديدة. افتح الطريق افتح. شباب شباب، في بضار إصابتين، شافع بيحكي معكم، بعينكم الله حدا يودي لنا إسعاف هون. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويعفي عنه يا رب. والآن مشاهدينا سنتابع صورا لمشاهد الدمار التي خلفتها الجرافات الإسرائيلية في جنين. هذه المشاهد وصلتنا منذ قليل وتظهر حجم الدمار الذي أحدثته الجرافات الإسرائيلية في جنين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه منذ تشكيل حكومته تم القضاء على عدد قياسي من الإرهابيين على حد تعبيره، مضيفا أن تل أبيب تعمل على تسوية الحسابات مع كل الإرهابيين في سوريا ولبنان وإيران ومع من أرسلهم. منذ تشكيل الحكومة قضينا على عدد قياسي من الإرهابيين، وسبق أن قلت إن لديهم مكانا من مكانين ليوجدوا فيه، إما في القبر أو في السجن، ومعظمهم في القبر. نحن نسوي الحسابات مع كل الإرهابيين في سوريا ولبنان وإيران ومع من أرسلهم أيضا.
تصريحات نتنياهو جاءت بعد ليلة من الغارات استهدف خلالها الطيران الإسرائيلي مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في ريف حمص. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد أسفر هذا القصف عن قتيل واحد وإصابة 4 من الميليشيات الإيرانية إضافة إلى تدمير الموقع، بينما تحدثت قناة تابعة للميليشيات العراقية وأخرى لحساب تابع للحرس الثوري الإيراني على تيليجرام عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على ريف حمص في سوريا، إلا أن الإعلام الرسمي الإيراني لم يعلق على ذلك بعد. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده قررت إيقاف عملية إفادة سفيرها الجديد لدى ستوكهولم، وذلك بسبب إصدار السلطات السويدية تصريحا سمح لأحد الأشخاص بحرق وتمزيق نسخة من القرآن الكريم. العلاقات بين طهران وستوكهولم شهدت توترات خلال السنوات الأخيرة، حيث طالبت السويد بالإفراج عن عدد من رعاياها المحتجزين في إيران، بينما تطالب إيران بالإفراج عن ممثل المدعي العام الإيراني السابق حميد نوري الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في السويد بعد اتهامه بإصدار أحكام إعدام جماعية بحق آلاف المعارضين الإيرانيين خلال الثمانينيات. أثار قرار تعليق المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روب مالي ترقبا وتساؤلا في إيران حول مستقبل المفاوضات، وقال الإعلام الحكومي إن ما حدث مؤشر على قرب انفراجة في المفاوضات، بينما ذهب محللون إيرانيون إلى أن بقاء أو خروج مالي لن يغير في السياسة الأمريكية. وكتبت صحيفة إيران الناطقة باسم الحكومة أن خروج روب مالي يشير إلى خلافات بين صناع قرار السياسة الخارجية الأمريكية حول إيران. وعزت الصحيفة تجميد دور مالي خلال المفاوضات الأخيرة إلى فشل سيناريو الضغوط القصوى. وأضافت الصحيفة نفسها أن التغييرات في فريق المفاوضين الأمريكيين أظهرت أن واشنطن تحاول تجريب حظها مع دبلوماسيين أكثر واقعية. قبل ذلك قالت وكالة إرنا إن تغيير مالي يدعم احتمال أن الحكومة الأمريكية مجبرة على تقييد بعض الأشخاص للحصول على اتفاق مع إيران. طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتفاصيل إضافية حول تعليق التصريح الأمني للمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي. وسأل ماكول بلينكن عن سبب منح مالي إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب التعليق على الرسالة، فيما رد روبرت مالي على الرسالة قائلا إنه ينتظر معرفة ما سينتج عن مراجعة وزارة الخارجية وأنه على استعداد للتعاون الكامل. أعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في إيران أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل على رأس وفد رسمي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس الاتحاد قوله إنهم تفاوضوا مع مسؤولين حكوميين وخاصة في مجال السياحة المصرية بوساطة عراقية خلال زيارة للقاهرة الأسبوع الماضي، فيما كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن قرب انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة. وبحسب الوكالة ستتوجه الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين إلى مصر خلال 45 يوما القادمة.
أفاد مراسل الحدث في السودان بعودة الهدوء في أم درمان بعد احتدام المعارك في المدينة. وقال المراسل أن سكان أم درمان استيقظوا اليوم على دوي انفجارات وصوت الأسلحة الثقيلة استمرت لثماني ساعات متتالية في عدة جبهات، مضيفا أن محيط معسكر قوات الاحتياطي المركزي والمنطقة الصناعية والسوق الشعبي في المدينة شهدت اشتباكات عنيفة، وامتدت الاشتباكات لتشمل منطقة أم درمان القديمة والأحياء الجنوبية للمدينة. كما شهدت المدينة غارات جوية مكثفة وتحليقا لطيران الاستطلاع وبعض القصف المدفعي انطلاقا من قاعدة كر العسكرية تجاه أهداف وتجمعات. بدورها شهدت منطقة شرق النيل شن غارات جوية، لكنها ظلت أقل حدة مما جرى في أم درمان. وقد أفاد مصدر عسكري للحدث بتدمير رتل إمداد للدعم السريع قرب مقر هيئة العمليات سابقا شرق الخرطوم. كما هزت الاشتباكات العنيفة والغارات الجوية ضاحية الكدرو شمال الخرطوم بحري. ونقل مراسل الحدث عن مصادر أن الجيش أسقط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري العسكرية. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة تابعة للجيش، بينما لم يعلق الأخير على هذه العملية. أما في شمال الخرطوم بحري، أكد مراسل الحدث أن القصف المدفعي ما زال يهز المنطقة. ثاني دي يا مازن، شايف البلدة فيك الثانية والثلاثة بغادي الليلة يوم كم؟ الليلة يوم اثنين؟ 2/7 متأكدين؟ يا رب الليلة اللي اشتغل معانا الشغل ده شفته؟ هالزول اللي احنا عازمينه بلحة. وكانت مصادر الحدث تحدثت عن أن قوات الدعم السريع سيطرت على عدد من مراكز الشرطة في إقليم دارفور. ففي مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور أكدت المصادر أن الدعم السريع استولى على مقر رئاسة الشرطة والجمارك والاحتياطي المركزي وجميع الوحدات التابعة للشرطة. وفي مدينة نيالا بجنوب دارفور سيطر الدعم السريع على مقر الاحتياطي المركزي. وفي مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور تم تدمير مراكز الشرطة ونهب السلاح والسيارات بحسب المصادر. قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في السودان إن آلاف الأسر تفر من العنف في إقليم غرب دارفور. وحذرت منظمات إغاثية من أن النزاع المتواصل يهدد بتفشي الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال في مخيمات النازحين، فيما أعربت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الاستهداف العرقي للنساء والفتيات. عدد من المبادرات يقوم بها سودانيون مقيمون في مصر لدعم النازحين من القتال الدائر في بلادهم. أحد أوجه الدعم هي المساندة النفسية وخاصة للأطفال. مراسلنا رصد إحدى هذه المبادرات وأعد التقرير التالي. أنا اسمي سندس عبد الله، بحب المانجا وشعوري حاليا متحمسة. سندس عبد الله معلمة تطوعت في جلسات الدعم النفسي الخاصة بأطفال نزحوا من السودان جراء الحرب هناك، ومنهم من رأى فظائع القتال أو فقد أفرادا من أسرته أو أصدقائه أثناء الأحداث. وهي هنا تبدأ معهم حصصا ترفيهية غرضها محو الذكريات المؤلمة وإشعارهم بالأمان، عشان نحن نحاول انه مثلا على الاقل نطلعه من الجو اللي هو كان فيه ونعمل حاجات تدعمه نفسيا وتخليه انه هو مثلا قادر انه يقف من جديد. بدائيا كده هي صعبه، يعني في كل حاجه انك تبدا بيها فيها صعبه، بس يعني من المره الاولى والثانيه يعني الدنيا ماشيه حلوه، ويعني في حاجات ايجابيه ظهرت انه في ناس حاولت ان هي تنسى وتمشي لقدام وتفكر بصوره ايجابيه، يعني لحاجات جايه جديده او حاجات لقدام تكون حلوه بالنسبه لهم. أحمد عطية يدير هذه الأنشطة في مقر صغير في مدينة 6 أكتوبر، يجاهد من خلاله إيجاد موارد وتبرعات من أجل دعم النازحين سواء من النواحي الحياتية أم النفسية.
المركز ذات بذات نفسه صغير جدا، مش شايلين العدد، لان احنا عايزينه مشينا عشان حاولنا نأجر مخرات او قاعه كبيره، لقينا التكلفه بتاعتها عاليه، قلنا افضل نبدل الان 25 ثاني نخلص منهم كمان نجيب 25 ثاني. مفترض نستهدف اكثر فئه منهم للشباب، لكن للاسف كلهم مشغولين، اي واحد بحاول بدور على الشغل عشان يلقى مجال ايش يقدر يمشي الاسره، يقدر الظرف هنا كمان تحدي بالنسبة لهم، هم لسه جايين من السودان جداد. المرحلة الأولى هي الألعاب، وسيتم في مراحل لاحقة حث الأطفال على التحدث عما رأوه في حضور اختصاصيين نفسيين حتى لا يتركوا فريسة لذاكرتهم المثقلة بصور تفوق قدرة هذه الأعمار الصغيرة على تحملها. لودن هي واحدة من الأطفال التي تحدثت للكاميرا، ففضلنا أن تدير معلمتها الحديث معها. الألعاب عجبتني وتعرفت على ناس جداد، وأكتر حاجة عجبتني القواعد، استفدت يعني كيف نتعرف على بعض ونحترم بعض، وفي حاجة اسمها التنمر. هناك مجموعات دعم نفسي تعمل مع الأمهات في أيام أخر، ومجموعات تجمع بين الأمهات وأطفالهن في نشاطات مشابهة، وهناك أيضا ترحيب كبير من القائمين على هذه المبادرة بأي تطوع من قبل الاختصاصيين النفسيين. تامر نصرت، الحدث، القاهرة. قال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري إن مجلسي النواب والدولة سيصدران الأسبوع المقبل خارطة طريق إجراء الانتخابات التي ستعقد بحد أقصى منتصف مارس المقبل. وفي تصريحات للحدث أشار المشري إلى أن خارطة الطريق ستتضمن تشكيل حكومة جديدة وقوانين انتخابية، لافتا إلى أن إجراءات سيتخذها المجلسان حال رفض رئيس حكومة الوحدة تسليم السلطة للحكومة الجديدة. كما نبه المشري في تصريحاته للحدث إلى ضرورة تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات. نحن نتوقع صدور خارطة الطريق الأسبوع القادم ممكن من المجلسين، من مجلس النواب والدولة، وهو اللي من خلالها ستنبثق الحكومة الجديدة إن شاء الله، اللي هي حتجري الانتخابات بناء على القوانين اللي حتصدر أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله. كحد أقصى 8 أشهر من تاريخ إصدار القوانين، نحن نتوقع أن الأسبوع القادم يعني حتصدر القوانين، فإذا أخذنا بهذا فبالتالي المفروض لا تتجاوز منتصف شهر مارس العام القادم، هذا أقصى تقدير يعني ممكن تكون قبلها. طبعا كانت في مشاكل لوجستية خاصة فيما يتعلق بالموعد السابق 24 ديسمبر، نعرف أن هذا هو موعد العطلات العالمية وغيره وكذا، نحن مقترحين أنه ممكن يكون شهر 11 أو شهر 1 إن شاء الله. نبغى حكومة موحدة تستطيع إجراء الانتخابات، هذا شرط موجود، هذه بيانات مجلس الأمن وبيانات الدول الكبرى، وهذه رؤيتنا أيضا، ونتوقع أن هذه الإجراءات ستبدأ ممكن الأسبوع بعد القادم وإن شاء الله ما تكونش فيها مشاكل. رئيس المفوضية العليا للانتخابات طبعا هو ليس ذو صفة، وصدر ضده حكم قضائي من المحكمة، وبالتالي وطبعا توحيد المناصب السيادية بعمومها، احنا نتوقع أن أيضا يكون في القريب العاجل إن شاء الله. رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفض في السابق تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة حسب قوله. لا يعني هذا الأمر، هذا الأمر لا يعنينا، احنا لا يعنينا، احنا نديره اللي نروح صح، هو بعدين إذا رفض فيه أشياء أخرى. ولم يبقى سوى التذكير بأنه يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. مشاهدينا، أشكر متابعتكم، أنا رولا الخطيب، والحدث دائما لحظة بلحظة. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.